وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر بمختلف المستثمرين للاستفادة من موقعها المتميز ومشروعاتها التنموية الضخمة. كما أكد الرئيس السيسي استعداد الدولة للتعاون البناء مع المستثمرين في سبيل تحقيق المنفعة المشتركة للجانبين. مش هيفوت إن أنا أرحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا. اللي موجودين معانا من الشركات اللي إذا كان هيتشسون أو سي إم إي أو كل شركة أخرى من غير ما أذكر أساميها، أنتم مرحب بيكم في مصر، مستعدين إن إحنا نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من أجل العمل ومن أجل التنمية لينا وليكم والفايدة المشتركة لينا وليكم. إحنا في مصر جادين جدا جدا في كل شيء بنعرضه عليكم وفي كل التزام بنلتزم بيه قدامكم. برحب بيكم، أهلا وسهلا، وسعداء إن أنتم موجودين معانا ومتشرفين ان انتم موجودين معانا، وبنتعلم منكم و بنتمنى ان احنا باللي احنا شفتوه النهارده تعرفوا الخريطه اللي احنا شغالين بيها ومدى الجديه اللي احنا بنتحرك فيها في تنفيذ مش هقول حلمنا، لكن اللي هو الفكره بتاعه تحويل مصر الى مركز عالمي للتجاره العالميه. ما تنسوش قناة السويس، ما تنسوش البحر الأحمر والبحر المتوسط، شبكة المواني موجودة على البحر الأحمر، شبكة مواني موجودة على البحر المتوسط، بالإضافة طبعاً لكل الخدمات أو البنية الأساسية اللازمة اللي تقدر تساهم في إنجاح الفكرة اللي إحنا بنتكلم عليها.